بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة وورد بريس وات دي في. هذا هو الفيديو الثاني في هذه الحلقة ديال سلسلة الفيديوهات التعليمية ديال وورد بريس وات دي في. في الأول خصنا نوجدو لا بلاتفورم باش نانستاليو الوورد بريس. الوورد بريس يكفي ندير وورد بريس باش تيليشارجيو، كيدخلنا لهاد وورد بريس .org فرونسي. كان تيليشارجيو لا فيرسيون اخر فيرسيون اللي هي 4.8.1، ولكن ايضا خصنا نتيليشارجيو سيرفر ويب اللي هو يا اما اكزامبل يا اما بي اتش بي ايزي بي اتش بي او لا اي سيرفر ديال بي اتش بي. دونك كان تيليشارجيو اكزامبل من هاد لو سيت، دونك كان تيليشارجيو هاد لا فيرسيون ديال 32 بيت او لا، كيعطينا هنا كاع لي فيرسيون اللي هما ديال ويندوز، واللي كيخدم بلينكس كيقدر يتيليشارجي اون فيرسيون لينكس. يعني عندنا كاع لي بلاتفورم كيخدم فيهم هاد سيرفر ويب اكزامبل. اين فوا انستاليناه كيكون عندنا في لا بار دو تي هنا، الى لونسيناه كيكون عندنا اكزامبل عباره عن واحد ايكون، وكنشوفوا هنا الحاله ديال اكزامبل. يعني هنا لا باج خدام مزيان اون فير بالاخضر، وماي اس كيو ال هو حتى هو فليتا مزيانه. دونك اين فوا كان تيليشارجيو الوورد بريس كيكون عندنا اللي هو اول حاجه بعدا الوورد بريس هو بالنظام اداره مفتوح المصدر مبني بلغه البي اتش بي. يعني نقدروا نقراو عليه هنايا في ويكيبيديا مجموعه ديال الخصائص والمميزات والاضافات يعني اللي هي كاينه في هذا الوورد بريس. اين فوا تيليشارجيناهم نقدروا في الفيشي اللي هو ديال اكزامبل. كيكون عندنا هنا واحد الفيشي سميتو اتش تي دوك، كندخلو فيه الوورد بريس اللي هو عبارة عن فيشي زيب، وكنلوحو فيه هاد حتى هذا ديال الدي في ديال لو تيم، حتى نشوفو فين غادي نحطوه اصلا في الداخل ديال المجلد ديال وورد بريس. هذه هي هاد الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية بعد الترحيب، اللي هي تيليشارجمون ديال وورد بريس و تيليشارجمون ديال الكزام. وشكرا، معكم بوسعيد العادي.